أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العربي اليوم. أنا فدا بسير. وأنا خالد الغربي. نتابع في الجزء الثاني من برنامجنا العربي اليوم قضية يتامى الحروب. آلاف الأطفال خسروا أباءهم وأمهاتهم في مناطق الصراع في العالم العربي. الأعداد تقدر حتى بالملايين. سنحاول أن نتوقف عند المعاناة التي يعاني منها هؤلاء وأيضا التداعيات. العالم العربي مهدد بخسارة جيل كامل في المستقبل. وين بابا؟ راح وين راح؟ بابا يشوف شوف؟ بيبي. أما في الجزء الأول من برنامجنا لهذه الليلة فنتناول فيه مواضيع عدة. بالطبع نبدأ من شريط المصور الذي بثته أحدى المواقع التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. يظهر الطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يعدم حرقا. يبدو أن الشريط صحيح لأن الجيش الأردني أعلن في بيان أن معاذ الكساسبة قد قتل بالفعل. الملك عبد الله قطع زيارته إلى واشنطن ويعود إلى الأراضي إلى أرض الوطن. سنحاول أن نتوقف عند تداعيات هذه الحادثة. بالطبع المستجدات تتلاحق في هذا الملف. أيضا سننتقل إلى ليبيا. نعم. البرلمان الليبي ألغى قانون العزل السياسي. البرلمان الليبي في طبرق ألغى هذا القانون. نستوضح آراء المؤيدين والمعارضين لإلغاء هذا القانون وكيف يمكن تطبيقه في ظل برلمانين وحكومتين. وسؤال أساسي أيضا فدا، هل يعني ذلك أن هناك قبول شعبي لعودة رموز النظام السابق؟ سنتوقف عند هذا الموضوع. سنتوقف أيضا عند موضوع استقالة رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اللجنة التي كانت تحقق حول حرب غزة بعد اتهام إسرائيل له بالانحياز. إلى أي مدى ستؤثر هذه الاستقالة على مصداقية التقرير الذي سيصدر الشهر المقبل؟ وبالطبع هنالك موقف إسرائيلي. نتنياهو دعا إلى إلغاء التحقيق جملة وتفصيلا واصفا إياه بالانحياز. أظهر تسجيل منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية تناقلته مواقع جهادية على شبكة الإنترنت قبل ساعات إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا. وتضمن شريط صورا للرجل الذي قدم على أنه طيار وقد ارتدى لباسا برتقاليا ووضع في قفص اندلعت فيه نيران. نعتذر عن تقديم شريط الفيديو الذي تناقلته المواقع الجهادية نظرا إلى بشاعة الصور والمشاهد المؤلمة التي تظهر فيه. الزميل عبد العالي رقاد أعد تقريرا يرصد خلفيات الإعدام. معاذ صافي يوسف الكساسبة. أظهرت صور يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية صورا لإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا بعد انتهاء مهلة التفاوض لإطلاق سراحه بين تنظيم الدولة والسلطات الأردنية. أما ما ولا يمكن للتلفزيون العربي أن يؤكد صحة تلك الصور إلا أن الجيش الأردني أكد في بيان مقتل الطيار. التنظيم لا يخفي مخططاته الإرهابية. ويظهر الفيديو
ذو المحتوى الدعائي لتنظيم صورا للطيار الأردني البالغ من العمر 24 عاما بلباس برتقالي اللون يقف في قفص محاط بعدد من مسلحي التنظيم بالقرب من مبنى مدمر قبل أن يقدم المسلحون على إضرام النار فيه. وكانت الحكومة الأردنية شرعت في التفاوض عبر وسطاء مع تنظيم الدولة منذ وقوعه أسيرا في شمال سوريا بعد سقوط طائرته نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي. وكان الأردن قال إنه يسعى بكل السبل إلى إطلاق سراحه عبر المفاوضات، حيث اشترط تنظيم الدولة الإسلامية الإفراج عنه مقابل إطلاق سراح السجينة ساجد الرشاوي. وكانت الرشاوي اعتقلت في محاولة تفجير نفسها رفقة زوجها في هجوم انتحاري استهدف فندق راديسون وسط عمان عام 2005، وذلك بسبب فشلها في تفجير الحزام الناسف. ولا يعرف إلى حد الآن لماذا توقفت تلك المفاوضات بين الأردن وتنظيم الدولة الإسلامية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس النواب الأردني السيد عاطف الطراونة عبر الهاتف. سيد عاطف مرحبا بك. يا مرحبا أخي. سيد عاطف، علمت أنه كانت هناك جلسة للبرلمان كان يجتمع في عدد من النواب ووصلكم الخبر، هل لديكم تفاصيل عن الذي حدث؟ بالتأكيد، أولا كان جلستين لمجلس النواب الأردني اليوم، واحدة تشريعية والأخرى رقابية، وتلقينا الخبر الساعة 7 إلى 10 دقائق أو إلى ربع يمكن على ما أتوقع. وكان هذا الخبر فاجع ومحزن جدا، ولكن أيضا لنقول للدواعش ومن يؤازرهم من أبناء الأمتين العربية والإسلامية بأن هذا التنظيم البشع الموشح بالسواد بين هويته الحقيقية بأنه متعطش للدماء، وأنه فاق النازية ببشاعة الجرائم، وأنه أيضا يوحد الأردنيين خلف الراية الهاشمية التي قادت الحرب على الإرهابيين وحملت الهوية الحقيقية للإسلام، الدين السمح، الدين الذي يتصف بالعفو والمغفرة وليس بالحرق وبالقتل وبقطع الرؤوس وسبي النساء ومن ثم الانتصاب. هذا كله دين الإسلام السمح براء منه. طيب. داعش اليوم وحدت الجبهة الداخلية الأردنية، ولكن أيضا لا يفوتني في هذه اللحظة الحزينة علينا بأن أنعى باسمي واسم أعضاء مجلس النواب شهيد الأمتين العربية والإسلامية وأيضا آل الكساس بالكرام سيد عاطف الذين ينحدرون من مدينة الكرك وهي مدينتي الشخصية. يعني نحن نضم صوتنا إلى صوتك، نعزيك ونعزي الشعب الأردني بداية، ولكن فيما يتعلق يعني للأسف نقول بأننا اعتدنا على مشاهد الإعدام ذبحا، اليوم حرقا، ما كيف فهمت الأردن الرسالة؟ فهمت بأن هذا التنظيم هو مجموعة من المجرمين تراكبوا على أراضي الإقليم، وأنهم متعطشين للدماء ويحملون الهوية الخاطئة للإسلام ويشوهون الإسلام. هذه الطريقة التي تناولوا فيها قتل الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة أضافت لنا خبرة إضافية جديدة بأن القصاص من هذا التنظيم هو يقع على عاتق كل مسلم وكل عربي، حتى احمي ديننا من هذه الشواذ وهذه الأشخاص التي تمثل وتنكل بالناس وبالبشر. طيب سيد عاطف، أي تنظيم يقلح؟ نعم، نحاول أن نفهم منك ما الذي أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة المأساوية. يعني الحكومة الأردنية كانت عرضت مبادلة الرشاوي بالطيار الأردني، هل جرت مفاوضات؟ هل بالفعل فتحت قنوات اتصال مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ يعني وأين كان الخلل؟
أولا منذ وقوع طائرة الشهيد معاذ الكساسبة والدولة الأردنية يعني بقيادة الجيش العربي شكلت خلايا متخصصة وهي مشهودة لها بهذه الخبرة لمتابعة قضية الشهيد معاذ، ولكن لا أعرف يعني إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، بالتأكيد هي غير مباشرة مع هذا التنظيم الإرهابي، ولكن لأوضح صورة بأنني سمعت بأن التنظيم طلب تحرير المجرمة ساجدة في سبيل الإفراج عن مقابل الطيران. هذا ليس بحقيقة، مقابل اليابانيين حسب ما كنا قد وصلتنا أخبار. لا، هي بالحقيقة كانت صورة يحملها الرهين الياباني، وقال إذا لم يطلق سراح ساجدة سنقتل نحن الاثنين. وتحدثنا من جميع كل مسؤولية الدولة الأردنية بأننا سنطلق سراح ساجدة وأيضا أكثر من ساجدة، لأنه يوجد في السجون الأردنية من المجرمين التابعين إلى هذا التنظيم، حتى نعلم ولو بخيوط بسيطة جدا أنه على قيد الحياة، لأنه كان المسؤولين الأردنيين يساورهم الشك بأن الشهيد البطل قتل قبل هذا الفيديو بكثير، على الأقل بشهر من الزمن. طيب سيد عاطف، أريد أن أتأكد من معلومة وردت على وكالات الأنباء بأنه سيتم الحكم بالإعدام أو تنفيذ حكم الإعدام على ساجدة الريشاوي في الغد، هل هذا الكلام دقيق؟ نعم، أتصور بأنه على قدر عالي جدا من الدقة، لأنه المجرمين هم محكومين بالأصل من المحاكم الأردنية بالإعدام، وإن كان القصاص منهم يوم غد فهو متأخر، يعني نتمنى بأن يكون في مساء هذا اليوم. طيب سيد عاطف، سؤال أخير، هل وصلتكم مطالب محددة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ كان يقال بأنهم يطالبون بانسحاب الأردن من التحالف، يطالبون بأكثر من ريشاوي مقابل التيار الأردني، هل وصلتكم مطالب محددة عبر القنوات التي قلت بأنها غير مباشرة؟ لا أتصور بأنه طلب هذا، لأنه في المحصلة هذه رسالتنا وهذه هويتنا، بأننا نلتف في هذه اللحظة حول القيادة الهاشمية، والقرار الذي اتخذ هو قرار حكيم وقرار صائب. يعني ماذا لو كانت دواعش داخل الأردن؟ هل نترك بأن يعيشوا فينا فسادا؟ يعني هذا حرب مبررة، وهذا ديننا، ونحن نعرف كيف نقاتل ونحارب في سبيل رفعة الإسلام وسماحة الإسلام. سيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، شكرا لك، بالطبع سنتابع بهذا الملف، نستمع ونشاهد عينة من آراء الشارع الأردني وتعليقا على عملية إعدام الرهينة معاذ الكساسبة حرقا. والله يعني في صدمة، يعني نزلت علينا زي الصاعقة، عرفت كيف؟ ونحتسب الشهيد عند الله، عرفت كيف؟ والله يصبر أهله ويصبر الشارع الأردني، لأنه ابننا، عرفت كيف؟ زي ما هو ابن الكساسبة برضه ابن أي عائلة أردنية، عرفت كيف؟ ونحتسب الشهيد عند الله، والله يصبر أهله. والله أكيد يعني إحنا تفاجأنا إنه استشهد، والشعب الأردني يعني هي تفاجأ اليوم إنه الخبر صار، إنه إحنا مش عارفين شو نحكي يعني، وندعي له الله يرحمه، وندعي إنه أهله الله يصبرهم. جماعة ذال لمم ولاد شوارع من كل قطر الأغنية وحقيرين، شايف؟ وبدال كساس بعنا مليون كساس به، وإذا عدموا الله يرحمه وخلدوا بجنان النعيم، والله لا يوفقهم والله ينتقم منهم. أول شيء هذا عمل إجرامي وما حدا بيقدر يعمله، وهدول بيحكوا عن حالهم إسلام، وهذا شوهوا سمعة الإسلام كلها بالإشي اللي عم بيعملوه، والله لا يسامحهم وحسبي الله ونعم الوكيل. لا شك أنا ما أقدمت عليه داعش، وأؤكد أن داعش وليست دولة التنظيم كما يدعون، بأنه كان عمل إجرامي بحق الإنسانية، وأن هذا العمل يعتبر صدمة عنيفة
بحق الشعب الأردني وخاصة عائلة الشهيد معاذ الكساسي. إذن سمعنا مشاهدينا الكرام إلى عينة من آراء الشارع الأردني وتعليقاتهم على عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساس. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد نهاد إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد نهاد. يعني عندما نسمع آراء الشارع الأردني بهذا الشكل وبعد الوحشية التي ظهرت في هذا الشريط، كيف يمكن أن يتأثر الشباب الذي قد يكون ميال إلى حد ما إلى الانضمام إلى مثل هذه التنظيمات؟ في الواقع تنظيم داعش وليس تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب خطأ فاحشا في هذه الجريمة البشعة. فقط للتوضيح، أنت تفضل تسمية داعش هذه؟ أفضل تسمية داعش لأن لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالتنظيم. هذه عصابات مأجورة وتنظيم خبيث ومشروع خبيث لتحويل الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري. الشعب الأردني سيتحد وسيقف مع الدولة ضد هذا التنظيم. هذا التنظيم في مراحله الأخيرة، حرق أو إعدام معاذ الكساسبة الشهيد معاذ الكساسبة بهذه الطريقة الوحشية هي لتصدم الناس، لتحاول تأليب الشعب الأردني والعشائر ضد الحكومة الأردنية، وهذا لن يحدث لأن الشعب الأردني شعب واعي وشعب متماسك ويقف خلف نظام عقلاني هاشمي حكيم وعاقل. الأردن الآن متحد ومتماسك ضد هذا التنظيم. هناك في الأردن بعض الأشخاص يقول هذه ليست حربنا. لا، هذه حربنا، حرب الأردن، لأن لا يمكن أن تجلس في الأردن تنتظر لداعش لكي تدخل البلد وتقاتل في البلد. يجب دحرها وهزيمتها قبل أن تصل الحدود الأردنية. وهذه الجريمة البشعة أثبتت أن نواياها خبيثة، أنها تنظيم عصابات وليس تنظيم دولة إسلامية. طيب، ليس لديها برامج سياسية أو اقتصادية، وليس لديها إلا القتل والإعدام وارتكاب الجرائم. الشعب الأردني الآن طيب في حالة اشمئزاز شديدة من هذا التنظيم. أعود إليك، ولكن أرحب من العاصمة الأردنية عمان جميل النمري العضو في البرلمان الأردني. البرلمان العراقي لجنة الأمن والدفاع. عضو في البرلمان العراقي للجنة الأمن والدفاع، شكرا لك سيد جميل. أريد منك بداية تعليق. العراق أيضا يعني عانى من هذه الظاهرة منذ عام 2003 ونحن نشهد إعدام يعني بعض الرهائن. ما هو تعليقكم على ما جرى اليوم وعلى الوسيلة التي استخدمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الشعب العربي والإسلامي عامة والشعب الأردني خاصة باستشهاد الشهيد البطل معاذ الكساسبة. طبعا احنا غير نلاحظ اليوم تنظيم داعش الإرهابي احد التنظيمات الإرهابية او احد المافيا اللي نسميها مافيا البغدادي التي اعلنت اليوم عن استشهاد البطل معاذ الكساسبة، والطريقة التي أعدم بها هو حرقا. طبعا الإسلام بريء من هذه التنظيمات الإرهابية، وخاصة نحن في العراق من 2003 لحد هذه اللحظة لم نلاحظ من القاعدة والتنظيمات الأخرى في داخل القاعدة لم تلاحظ قتل بهذه البشاعة. فبالتالي هنالك رسالة إلى الشعب الأردني أن يتوحد ويقف في التنظيم الإرهابي الذي يريد أن ينال من وحدة الأردن، وخاصة أن الشعب الأردني وبقيادة الملك كان له الدور الأكبر في دعم وإسناد العشائر السنية والحكومة العراقية في التصدي إلى هذا التنظيم الكافر. شكرا لك. بالتالي شكرا لك سيد جميل النمري العضو في البرلمان العراقي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. سيد نهاد إسماعيل، العاهل الأردني كان يطرح فكرة تشكيل تحالف من دول إسلامية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. هل ترى بأن هذه الفكرة يعني ستأخذ حيزا كبيرا على بساط البحث اليوم؟
المفروض أن هذا تم قبل شهور، لأن داعش هي مشكلة إسلامية عربية وليست مشكلة أمريكية. الآن أمريكا تقود التحالف ضد داعش، يجب أن يكون العرب والمسلمين قد اتحدوا واتفقوا على دحر داعش وهزيمتها. داعش الآن تعاني وخسرت كوباني وهزمت هزيمة كبيرة وهزمت في الأنبار وستهزم في الموصل. طيب هل في توافق عربي أساسا على تحقيق ذلك؟ لا يوجد توافق، لأن هناك معسكرات مختلفة متنازعة وهناك تناقضات كثيرة في المواقف العربية والإسلامية. هذه الحالة أعطت داعش زخما، وهناك أصوات تدعم داعش حتى بالسر وبالعلانية. لا يوجد توافق إسلامي كامل. هناك مثلا الدولة الإيرانية يناسبها ما يجري في العراق وما يجري في سوريا، وظهور داعش ساعد النظام السوري في الواقع بالبطش، بالمزيد بالبطش في ضد الشعب السوري. طيب، حول الأنظار عن الثورة الحقيقية السورية. داعش ليست في خدمة الشعب السوري، بل هي عصابة مأجورة للقتل وسفك الدماء. طيب، العاهل الأردني قطع زيارته إلى واشنطن، ما هو المتوقع من إجراءات ردا على ما جرى اليوم من قبل الجانب الأردني؟ أيضا هنالك بيان صدر عن القوات المسلحة يقول بأنها لن تتراجع وأن دماء الكساسبة لن يذهب هدرا. حتما توصلوا إلى قناعة في الأردن أن مكافحة الإرهاب هي أولوية ولا يمكن التراجع عنها أمام تهديدات عصابة داعش. كان هناك بعض الأصوات تحاول تقول ليست حربنا، دعنا وذلك لنترك داعش وحدها في سوريا والعراق، لكن داعش تهدد الأردن أيضا. وفي إذا تذكري في حزيران 2014 عندما اقتحمت الموصل هددوا الأردن بوضوح، قالوا الأردن نيكست، سنأتي إلى الأردن، والأردن عززت المنطقة الحدودية، لذلك الأردن مستهدفة من داعش. ويوجد ربما يوجد بعض الخلايا المتعاونة مع داعش موجودة في الأردن. إذا نفهم بأنها لن تؤثر على مشاركة الأردن في التحالف. لا، الأردن سيستمر في المشاركة لأن داعش تهدد الأردن، الإرهاب يهدد كل من في المنطقة، لذلك الأردن لا يستطيع أن يقف متفرجا وينتظر داعش حتى تصل إلى حدود المفرق أو حدود عمان ثم يقول الآن سنحارب داعش. يجب محاربتها قبل دخول الحدود الأردنية. داعش هي مرض سرطان خبيث ينخر في الجسم العربي والإسلامي، فيجب استئصاله. التخلص من داعش يجب أن تكون أولوية حقيقية سريعة. طيب، والأهل الأردني يدرك ذلك. أريد أن أفهم منك، في الداخل الأردني كانت قد خرجت وقفات احتجاجية أو تظاهرات إن أردنا أن نسميها، تدعو الحكومة لبذل كل ما في وسعها للإفراج عن الكساسبة. كيف ستؤثر هذه العملية على التماسك الداخلي في الأردن ونظرتها للحكومة؟ أولا كان هناك محاولات جادة لاسترجاع ولاستبدال معاذ الكساسبة بساجد الرشاوي، وقبل ذلك كان هناك تفاوض من خلال بعض العشائر العراقية السنية التي لها ارتباطات مع داعش، ولكن يبدو أن داعش لم تكن لديها نوايا حسنة، تريد أن تحصل على انتصار معين، وصلت مرحلة اليأس. داعش تعيش أسابيعها الأخيرة، لا أؤمن أنها ستبقى سنوات تقاتل، لأن إذا العراق وسوريا وإيران والأردن والسعودية كلها تحالفت ضد داعش ربما نرى نتائج إيجابية على الساحة. ومعاذ الكساسبة دفع بحياته شهيدا دفاعا عن الأردن ودفاعا عن كل من هو ضد الإرهاب. شكرا لك نهاد إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هنا في الاستوديو. فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في جلسة عقدها في مقره في طبرق مؤخرا، ألغى البرلمان الليبي المعترف به دوليا، ألغى قانون العزل السياسي الذي كان المؤتمر الوطني أقره عام 2013، المؤتمر الوطني المنتهي ولايته وهو موجود في العاصمة طرابلس. وصوت لصالح القرار 75 نائبا من إجمالي 100 عضو وعضو حضروا جلسة البرلمان.
إلغاء قانون العزل السياسي جاء وسط توقعات بإثارة البرلمان للسجال مجددا حول شرعية قراراته بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس لإبطاله، ما يعيد تفعيل المؤتمر الوطني المنتهي ولايته وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين. الزميل فوزي قصيباتي أعد تقريرا عن فائدة القوانين في ظل الشرعية المتنازع عليها في ليبيا. ألغى مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قانون العزل السياسي والإداري الذي أقره المؤتمر الوطني العام. ففي الخامس من أيار مايو عام 2013 أصدر المؤتمر الوطني العام الذي كان يدير البلاد حينئذ قانونا يقضي بعزل كل من عمل مع نظام معمر القذافي منذ وصوله إلى الحكم عام 69 وحتى الإطاحة به عام 2011 ومنعهم من تولي أي مناصب قيادية في إدارة البلاد. القانون اعتبر مثيرا للجدل وقوبل بانتقادات واسعة، حيث تمت الموافقة عليه بعد مخاض عسير وخلافات كبيرة وتجاذبات سياسية حادة بين مختلف القوى والكيانات السياسية. في البدء اتهم البعض القوى الإسلامية بالدفع لاستصدار القانون وبقوة السلاح في محاولة لإقصاء القوى الليبرالية. آخرون اعتبروا القانون حبرا على ورق لعدم تطبيقه على أرض الواقع، إلا أنه أثار ارتباكا كبيرا في المشهد السياسي العام وخللا بالتوازنات السياسية وزيادة في انتشار الفوضى. المشهد السياسي اليوم في ليبيا يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، فكل طرف من الأطراف يتهم الآخر بالمساهمة في وصول البلاد إلى حالة الفوضى والانزلاق في الهاوية، والانقسامات ما تزال على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية هي سيدة الموقف، إلا أن أحدا لم يتوقف عن استصدار القوانين والقرارات في سبيل إثبات شرعية مفقودة ومتنازع عليها. ينضم إلينا من ليبيا جمال أزوبية عضو تنسيقية العزل السياسي، وهنا في الاستوديو السيد عبد الله عثامنه مستشار في الدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية. أبدأ مع السيد جمال. سيد جمال، أريد أن أعرف منك بداية، هل تم تعليق القانون أم تم إلغاؤه بالمطلق؟ أولا مساء الخير طبعا لكم جميعا، ومساء الخير لكل متتبعيكم في جميع أنحاء العالم. يعني احنا انتم تتكلموا حضراتكم على قانون، على برلمان هو في الواقع ركام برلمان، لأن لا وجود له أصلا في الواقع، لا وجود له طبيعي. يعني هو عبارة عن كان جسم قائم بحكم القانون وأسقط بالقانون، وبالتالي لا وجود له. يعني كونهم أنهم يجتمعوا أو لا يجتمعوا فهذا لا يغير في الأمر شيء، باعتبار يعني طبعاً من كلامك أنكم بفهم من كلامك أنكم لا تحترمون أي قرار يصدر عن البرلمان في طبرق. لا، هي سيدتي ليست عملية احترام، احنا لا نحترم أو لا نحترم، هم طبعاً وجودهم غير شرعي أصلا، غير قانوني. يعني الديمقراطية تبنى بمنظومة كاملة، لا تبنى على كل إنسان يتكيف على مزاجه. طب يعني سيد جمال، يعني هذا تقييمكم أسس، هذا تقييمكم ورأيكم، ونحن نحترم طبعا رأيكم، لكن في نهاية الأمر هذا، اسمح لي فقط، هذا البرلمان معترف به دوليا، وهو الآن هناك قوات، يعني اسمح لي فقط أن أكمل. يعني أنا ما يهمني الآن هو المضمون، يعني لماذا اليوم نعود مرة أخرى إلى إلغاء قانون العزل السياسي؟ ما هي الرسالة؟ ما هو المعنى؟ طبعا هي نوع من إثارة مزيد من خلط الأوراق في الواقع، باعتبار أن هؤلاء الناس وجودهم غير قانوني، هم يجتمعوا بعدد بسيط جدا، يعني وجودهم الطبيعي. يعني هم من أكثر من شهرين فاتوا كانوا أقل من 75 شخص، الآن يدعوا بأنهم 100، وهذا طبعا كلام غير صحيح. وجودهم يعني بعد 6/11 يعتبر غير قانوني، باعتبار أن المحكمة العليا ألغت أي جسم يسمى البرلمان، وبالتالي الوضع الطبيعي أن الشرعية ترجع للمؤتمر الوطني العام. يعني المؤتمر الوطني العام على كل الأحوال انتهت ولايته يا سيدي. طب اسمح لي أن أسمع رأي. لا سيدي، نعم. من فضلك لا تفضل. من فضلك ممكن نعلق لو تكرمت، تفضل نعلق على هذه النقطة من فضلك. تفضل. الشرعية التشريعية في العالم كله دائما تكون مثل يعني جنريتر متاع الكهرباء. هذا المؤتمر الوطني العام كان مرتبط بهذا الجنريتر. كان الوضع الطبيعي أن السادة اللي انتخبوا للبرلمان السابق
كان وضعهم الطبيعي أنهم يأتوا إلى البرلمان إلى هذا الجنريتر ويسحبوا يعني يفكوا الوصلة اللي كان عليها المؤتمر ويربطوا هما وبعدين من حقهم أن ينتقلوا لأي مكان. يعني الشرعية في الدولة لا يمكن أن تكون تو جنريترز يعني تكون لكن تم انتخابهم يا سيدي تم انتخابهم وهناك خلافات على عملية انتقال السلطة. طيب اسمح لي أن أعود للسيد عبد الله هنا. سيد عبد الله في رأيكم أولا ما مغزى ما الرسالة من وراء إلغاء قانون العزل اليوم؟ هو في واقع الأمر نبدأ بتحييتكم وتحية القناة والضيف الكريم. كما أريد أن نبدأ بأسس الضوابط حتى على الأقل صح التعبير التأصيل الشرعية في ليبيا واحترام سيادة القضاء والقانون لأن نحن كلنا تحت قانون وكلنا تحت العدالة والمساواة. هذا القرار الذي بيده هو قرار المحكمة العليا أو الدائرة الدستورية بمحكمة العليا وفرغ القرار على المنطوق النهائي للحكم أنه لا يمس البرلمان لا من بعيد لا من قريب من حيث مشروعيته. الطعن كان فقط في الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الفصل 7 للإعلان الدستوري والتي تنص على اختيار رئيس الدولة من مجلس الشورى أم من الشعب. يعني نحن تماما مطمئنين أن البرلمان قانوني وشرعي ثم أتي إلى العزل السياسي. برلمان طبرق قانوني شرعي وقانوني ومحصن من خلال القانون رقم 10 بشأن الانتخابات. أما عن القانون العزل السياسي وهو الذي أمامي وهو الذي عندما فصلنا فيه ودرسناه وجدناه لا يخرج من دائرة أنه قانون يقيد الحريات ويفرغ البلد من قياداتها العلمية والخبرات. وكذلك أيضا عندما رأينا أو حللنا 18 مادة في هذا القانون الذي سن تحت فوهات السبطانات البناضق وبإرادة قاهرة على إرادة المنتخبين في المؤتمر الوطني الذي كنا نحترمه لو ذهبوا إلى صياغة جملة من القوانين والقرارات التي تعمل على دمج المجتمع من جديد لا أن يذهبوا إلى صياغة تلك القرارات يعني التي منها القرار لا نريد أن ننزلق اسمح لي لا نريد أن ننزلق في موضوع شرعية برلمان طرابلس أنا أتكلم على العزل السياسي نعم هذه النقطة الحديدة. بالتالي هذا العزل الذي هو صيغ في 2/5/2013 حوالي 58 صفة أي بمعنى 400 ألف مواطن ليبي تم إقصاؤهم بموجب هذا القانون لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأجملها بأن تكون في عنق هذه في هذا القيد ووافق عليه النواب الشعب الليبي. نعم الآن النواب الذين عندهم إرادة وطنية ومتقيدين من القيود التي الميليشيوية والجماعات الإسلامية المتطرفة التي نحن مسلمين وعرب نحترم كل التوجهات ولكن حتى الذي يريد أن ندخل في الحوار ويريد أن يترك البندقية أهلا وسهلا به. لكن دعني لو سمحت أتكلم عليه الغاء العزل ما هي الفوائد أو الإيجابيات التي تحقق من هذا العزل. أولا أن هذا خطوة استباقية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات أيضا كذلك لدعم الحوار الليبي. ثانيا سيدفع الاقتصاد الليبي واستقرار الدولة بأن تدمج هذه المكونات التي ظلمت بأن تجمل على حساب النظام السابق وهي لم تقتل ولم تسرق ولم تهتك عرضا ولم تضر بالمجتمع. بالتالي كيف أن تقصي هذه المكونات القيادية والقدرات التي عد النظام السابق مثلا أن أوفذها للدراسة ولا للتعليم عبارة عن هو شد مدير شركة ولا مدير قسم أنت تقول لا روح. أي شخصية من سبتمبر ولا من فبراير هتكت عرض أو قتلت أو سرقت مال فنحن تحت القانون تحت المساواة. كما أن هذا القانون ألغاء هذا القانون اليوم عكس بأمانة موضوعية الروح الوطنية التي يتمتع بها الأخوة النواب الذين يجلسون في طبرق. طيب يعني نريد نتوقف عند المضمون من فضلك. يعني سيد جمال استمعتم إلى ضيفنا هنا سيد عبد الله يقول أنه لا نريد أن نحرم ليبيا من قدراتها الشبابية العلمية التي تسمح بتقدم ليبيا. ما رأيكم؟ أراك تضحك. أولا طبعا أنا أناقش لو تكرمت لي أو تفضلت علي أنني أناقش السيد عبد الله مثلا يعني يبدو أنه هو عند هو أمامك تفضل لغط في هو هذا من فضلك. نعم. هذا القانون في الواقع هو عزل الفاشلين. إحنا ناس أفشلوا الدولة لمدة 40 سنة
لو السيد عبد الله مثلا عنده، لو كان رجل اعمال مثلا وجاه جمال الزبية مثلا اشتغل 30 سنة في دولة القذافي، كان يتقلد في مناصب عليا، وكل كل الاماكن الذي يعني ذهب لها كلها كانت فاشلة وافشلها. هل لو تقدمت لحضرته مثلا انه هو يشغلني مدير في الشركات بتاعها هل يعينني؟ بالتأكيد حيقول لي لا، لأنك أنت بيقول لي أنت إنسان فاشل، أنت ما تمكنش أنت تنجح أي مؤسسة كنت فيها. وبالتالي هذا القانون هو في الواقع يعني تجاوزا سمي بالعزل السياسي، ولكن هو في الواقع هو عزل الفاشلين. هي لكن سيد جمال اسمح لي في نص القانون، قانون العزل تحديدا الذي تم تبنيه في طرابلس، يقول ان المدنيين الذين تعاونوا مع الاجهزه الامنيه اصلا هم ايضا محسوبين من الفئه التي من المفترض ان يتم منعهم من امتهان السياسه. طيب اسمح لي لنكون واقعيين، اسمح لي ان اسال سيدي اسمح لي ان اسال، من في عهد نظام القذافي لم يتعامل بشكل او اخر في النواحي الامنيه مع الامن الليبي؟ لا لا من فضلك، لا بالتاكيد فيه يعني لا من فضلك تفضل. عادة الناس اللي يتعاونوا مع الأمن هذه فيها عادة، لا ما سمحني احنا تفضل. نوع الأمن الداخلي كان وظيفتهم الوحيدة هي حماية القذافي، يعني ليس لهم دور. يعني انت لو وجدني مثلا انا اغسل اسم المصرف ما مش حيقدم فيها تقرير باعتبار انه همه الوحيد هو حماية نظام القذافي. الناس اللي هؤلاء لما يتفضل السيد عبد الله ويقول لي والله احنا الذين قتلوا والذين سرقوا، هل المنطق احنا الناس الذين قتلوا والذين سرقوا هل نناقش في نوعية المنصب الذي الذي مفروض يتقلدوه، او احنا يجب ان احنا نفكر بجدية ان احنا نحيلهم للعدالة ونطبق عليهم القانون؟ طيب يعني اسمح لي اعود اسمح لي ان اعود سيد عبد الله، عندي اضافه بسيطه علها تكون اسمح لي قبل الاضافه من فضلك. يعني في نهايه الامر عندما تم سن هذا القانون قيل ان الهدف منه هو استبعاد رموز السلطه لان هناك ثوره ونريد دماء جديده، نريد شعب يقوم بليبيا بعيدا عن رموز النظام السابق. يعني في نهايه الامر اذا تم الغاء هذا القانون سربما يسمح بعودة من لا يريدهم الشعب الليبي. وفي واقع الأمر ووفق ضوابط حقوق الإنسان والمعايير حتى يا سيدي من فضلك، يعني عندما تتحدث لي عن ضوابط حقوق الإنسان نحن نتحدث عن ليبيا بما تشهد من المعارك يومية. كويس، حدثنا عن الواقع. الواقع يقول أن حتى القانون العزل السياسي الذي أصدروه في شهر 5/2015 هذه القائمة لأشخاص مسؤولين من مدينة واحدة من مدينة السيد جمال. الآن السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الذي ميزانية التنمية فيها 40 مليار و7 مليار ميزانية تقديرية للأعمال، هذا السيد كان مسؤول في شركة فروة السياحية ومسؤول في شركة الإنمال للمواد الغذائية، والآن هو مسؤول. السيد عبد الرحمن السوحلي كان رئيس اتحاد الطلاب وهو عضو برلمان، عضو مؤتمر المنتهي ولايته. إذن يعني بعد نجيلي أكثر من 65 شخصية عندي الآن موجودة، كانت هذه الشخصيات مسؤولة في عهد النظام السابق، وأنا الذي أمامك بكل مؤهلات علمية لم تكن لدي أي حصة في المسؤولية في النظام السابق، ولم أقتل وساهمت بشكل كبير أني انخفض أو وكثير من الوطنيين أمثالنا أن خفض حدة الصراع اللي في ليبيا، والآن نتصدر المشهد الوطني وبقوة، نريد أن نحتضن كل الأطراف ونجعلها في ليبيا الجديدة. هذه الشخصيات لم ينطبق عليها قانون العزل السياسي، إذن القانون أصدر بموجب القوة وطبق بموجب قوة المدينة الواحدة والقطب الواحد في ليبيا، وأصدرت عدة تشريعات تؤيد هذا القانون. الآن يا سيدي الفاضل أتكلم عن ميزانيات ليبيا، لو الكاميرا لو تكرم كبر الشاشة، 370 مليار دينار ليبي خلال 4 سنوات من شهر 8/2011 إلى هذا الشهر، من مسؤول عن إنفاق هذه الأموال؟ ولنا تفصيل دقيق عن هذه الميزانيات. الطائرات الليبية التي دمرت ذاك يعني اليوم، يعني أنت تقول أن هناك الكثير من حالات الفساد حتى مع تطبيق قانون العزل. اسمح لي، هذه قائمة بالناس المسؤولة اللي يحكي عليهم هو، ما بعد فبراير اللي جابتهم ثورة فبراير أو انتفاضة فبراير. هؤلاء ناس واخدين عهد مالية شخصية من 4 مليون إلى 200 ألف. أسمع تعليق من ضيفنا، أسمع تعليق سيد جمال. يعني في نهاية الأمر بالنسبة للسيد عبد الله قانون العزل لم يحمي ليبيا من الفساد، ما رأيكم؟
لا بس سمحني تفضل. هو عبث المسلمين لا يرجع أو لا يتحمل الإسلام وزرا، كون مثلا أن جمال مثلا زبية دخل مثلا في مرحلة الثورة وكان إنسان فاسد أو سرق المال العام، هل مشكلة في جمال أو مشكلة في 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 17 فبراير؟ يعني 17 فبراير كان أول نداء، هو الشعب يريد إسقاط النظام. نعم. النظام لا تعني معمر القذافي في الواقع. نعم. يعني كانت منظومة اتضحت منظومة الفكرة. أعتذر منك سيد جمال لضيق الوقت، اسمح لي أعتذر منك لضيق الوقت. نعم. أشكر السيد جمال الزوبية رئيس دائرة الإعلام الخارجي في حكومة الإنقاذ الوطني، وأشكر هنا في الاستوديو السيد عبد الله عتمنا المستشار في الدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك سيدي. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قدم رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ويليام شباس قدم استقالته أمس من منصبه. شباس الذي اتهمته إسرائيل بالانحياز برر قراره بأنه يريد وضع حد لأي انطباع حول حصول تضارب في المصالح. يذكر فدا أن شباس قدم رأيا قانونيا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2012، لكن هذه الاستشارة لم تكن مختلفة عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى كما قال هو نفسه. إسرائيل لم تتوقف عن توجيه اتهامات بالانحياز إلى شباس منذ تعيينه على رأس لجنة التحقيق في آب أغسطس الماضي، لكنه لم يستقل، فلماذا استقال اليوم؟ الزميل حمزة محمود أعد لنا التقرير التالي عن الاستقالة. ستة أشهر من التحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تتعطل الآن بعد استقالة ويليام شباس رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، وذلك في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن قبول الاستقالة، وهو ما رحبت به الحكومة الإسرائيلية التي جددت اتهامها لشباس ولجنة التحقيق الدولية بالانحياز إلى الفلسطينيين ضدها، وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو عمل شباس لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، حيث حصل على 1300 دولار لكتابة رأي قانوني واحد للمنظمة في عام 2012. من جانبها اعتبرت حركة حماس استقالة شباس نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل وضغوطاتها على اللجنة، وهذا ما يؤكده البيان الأممي الذي أوضح أن استقالته جاءت عقب رسالة من رئيس بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة تطلب إقالة شباس من لجنة التحقيق بسبب ما وصفوه بأنه تضارب في المصالح. بهذه الاستقالة يكون شباس قد استبق إجراء كان يرجح اتخاذه لإنهاء مهمته كرئيس للجنة التحقيق، وهو ما علق عليه بالقول إن من الصعب مواصلة العمل في ظل دراسة جارية لاستبعاد، وكي أضع حدا للشكوك حول نتائج التقرير الذي يتوقع أن يصدر في مارس آذار المقبل بعد انتهاء اللجنة إلى حد كبير من جمع الأدلة. لنتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسرائيل السيد إيلي نيسان المحلل السياسي. سيد إيلي مرحبا بك، هل تسمعني سيد إيلي؟ مساء الخير. مساء النور. طيب استقال الرجل الذي انتقدته إسرائيل طويلا، يعني نعم أسمعكم. طيب عظيم، هناك فرق في الوقت يعني حتى يصلك الصوت. استقال الرجل الذي انتقدته إسرائيل واتهمته بعدم الانحياز، هل هذا سيجعل إسرائيل تثق بالتقرير الذي سيصدر الشهر المقبل؟ أولا كما ذكرت في التقرير أن السبب استقالة ويليام شباس كان كما دعت إسرائيل بسبب المشورة التي قدمها وتلقى من خلالها 1300 دولار. بالطبع إسرائيل أعربت اليوم عن ارتياحها من استقالة شباس، لأنه كان في الماضي قد أعرب عن مواقف تتناقض مع مواقف إسرائيل، وهي كانت منحازة مع السلطة الفلسطينية.
طيب ولكن سيد ألي نيسان، هذه ليست بعد استقالته وترأس السيدة ميري اليوم ترأست ميري ديفيس هذه اللجنة، وميري ديفيس تعتبر أكثر اعتدالا من السيد ويليام شافيس، ولذلك رغم أن تم إعداد هذا التقرير وإسرائيل تتوقع أن التقرير لم يكن سهلا بالنسبة لإسرائيل، ولكن من خبرة إسرائيل من عضوية السيدة ميري ديفيس التي كانت عضو في لجنة جولدستون وأعربت عن مواقفها، ومن هنا جولدستون تراجع عن بعض من مواقفه، إسرائيل تعتقد أن التقرير الذي سيصدر رغم أنه سيكون غير سهل ولكن سيكون أكثر اعتدالا من التقرير الذي كان من المقرر أن يصدره السيد ويليام شافيس. طيب. سيد إلي، على الرغم من أنك تقول بأن السيدة ماري هي أكثر اعتدالا بنظر إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو دعا إلى إلغاء التحقيق، يعني على الرغم من أن الرئيسة الجديدة أنتم نفسكم تصفونها بالاعتدال، إلا أنكم بالحقيقة ترفضون التعاون مع اللجنة. صحيح، هناك نقطتان. النقطة الأولى أنه كما قلت أن التقرير جاهز والبنود معروفة، أن غالبية البنود بسبب موقف ويليام شافيس هي ضد إسرائيل. نقطة ثانية أن لما أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن موقفه بأنه يترتب وضع هذا التقرير على الرفض وعدم الاكتراث إليه، لم يكن على علم بأن رئيس لجنة الحقوق الألماني سيعين السيدة ميري ديفيس لتترأس هذه اللجنة، ولذلك أعتقد أن إسرائيل ترحب بتعيين السيدة ميري ديفيس لتكون أو تترأس هذه اللجنة، واعتقادا من إسرائيل كما قلت أن هذا التقرير لم يكن طيب. صعبا. سأعود إليك سيد إلي، ولكن أريد أن أرحب بضيفي. هذا التقرير من تحت أيدي السيد ويليام شافيس. طيب، أرحب بضيفي السيد عبد الحميد السيام المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة. سيد عبد الحميد السيام، يعني عمل هذه اللجان هل تخضع لمزاجية رئيسها أم هنالك ضوابط واضحة لدى الأمم المتحدة تحكم عمل هذه اللجان؟ إن تغير الرئيس لا يتغير المضمون، لأنه مفروض أنه مبني على حقائق. نعم، على الإطلاق ليس للأشخاص علاقة بمضمون التقرير. هناك ولاية، هناك قرار يتخذه مجلس الأمن مثلا أو مجلس حقوق الإنسان، وفي هذا القرار يحدد مسؤولية اللجنة، ما نسميه ولاية اللجنة، أي التي المواد التي ستنطلق على أساسها اللجنة للقيام بعملها. إذن هي محدودة بضوابط ومحدودة بفترة زمنية ومحدودة بآليات عمل. إذن لا يهم من يكون في رئيس اللجنة أو أعضاء فيها، عادة كل من يعين في هذه اللجان يتمتع بخبرة، له علاقات سابقة بالتحقيق، له علاقات سابقة بالأمم المتحدة بمهمات أخرى، يكون ذا مصداقية، وبالتالي يتم اختيارهم على أساس شخصي نتيجة لممارساتهم وخبراتهم السابقة. طيب، ولكن المشكلة ليست في اللجان، المشكلة في إسرائيل نفسها، لأن إسرائيل لا تريد أحداً أن يحقق معها. هي لم تقبل بأي لجنة. لجنة عام 2006 كان رئيسها ديزموند توتو عندما حقق في قضية بيت حانون، لم تقبل بنتائج اللجنة. اللجنة التي حققت في حرب غزة عام 2008-2009 برئاسة القاضي جولدستون لم تقبل بالنتائج. لجان حقوق الإنسان المعنية بممارسات إسرائيل وانتهاكاتها في الأرض المحتلة لا يسمح لها بالدخول. طيب، لم تتعاون مع أي لجنة سابقة. دعني أسمع سيد عبد الحميد السيام مع أي لجنة لاحقة. تعليق. إذن المسألة ليست في الشخص،
طيب دعني أسمع تعليق السيد إلي على هذه النقطة بالتحديد. يعني سيد إلي نيسان، معلوم بأن إسرائيل ما أن يتم تشكيل لجنة حتى تصدر التصريحات وتعتبر هذه اللجان منحازة، يعني قبل أن تضع حتى هذه اللجان تحقيقاتها موضع التحقيق، موضع الفعل. إذن كيف يمكن الثقة بمواقف إسرائيل في هذا الإطار؟ أولا أريد أن أرد على أقوال السيد عبد الحميد. تفضل. السيد عبد الحميد، هل تعلم أن جولدستون بعد أن نشر تقريره تراجع عن العديد من البنود التي كتبها في التقرير الأول، وقال أنني أخطأت بما قدمت له ما قدمت التقرير. طيب سيد إلي، اسمح لي بهذه النقطة بالتحديد. يا سيد إلي، فقط لو سمحت لي اسمح لي بهذه النقطة بالتحديد قبل أن أعود، بس بدي استوضح منك هذه النقطة. اسمح لي، لا قبل ما تدخل بالموضوع تاني، أنتم فيما يتعلق بتقرير جولدستون في البداية رفضتم التقرير تماما، ورفضتم التعاون مع اللجنة، ورفضتم أن تزور اللجنة غزة، ومن ثم وافقتم بعدما كان التقرير على يعني إلى حد ما على مزاجكم. إذن في البداية لماذا رفضتم؟ أنا أتحدث عن البدايات، كل ما تشكل لجنة تتهمونها بالانحياز حتى قبل أن تضع أعمالها موضع التنفيذ. صحيح. نعم، إذن من المعلوم أن لجنة حقوق الإنسان هي تتمتع بأغلبية عربية وإسلامية، ولها الإمكانية للتصويت ضد إسرائيل. هل هذه اللجنة قامت بالتحقيق بجرائم حرب في سوريا أو ضد حماس التي تعتبر حركة إجرامية وحركة إرهابية؟ هل هذه لجنة الحقوق قامت بالتحقيق بجرائم الحرب في العراق أو في طيب نحن لا نتحدث عن العراق، نحن لا نتحدث عن سوريا. فقط قامت هذه اللجنة بالمداولات بثلاث مواضيع عن دول أخرى، وكل المواضيع التي كانت إسرائيل هي محور الموضوع، بمعنى أنه إسرائيل هي دولة ديمقراطية التي هي تحترم الحقوق. من لازم يقدم إلى هذه المحكمة هي حركة حماس التي أطلقت طيب أكثر من 1000 يعني صاروخ على إسرائيل بهدف قتل أناس أبرياء من أولاد ونساء. طيب يعني على كل الأحوال أعود إلى سيد عبد الحميد الصيام. سيد عبد الحميد الصيام، على ما أذكر أنه تقرير جولدستون وجه أيضا اتهامات لحماس، يعني وقال بأنها تفضل. طب بالتأكيد يعني أود أن أوضح مجموعة نقاط. في عام 2002 عين الأمين العام كوفي عنان لجنة للتحقيق في مذبحة مخيم جنين، وكانت اللجنة في جنيف ولم تستقبل، وفضت اللجنة قبل أن تصل، لم تتعاون معها إسرائيل على الإطلاق، ورفضت أن تسمح لها بالدخول. أعود إلى موضوع جولدستون، هذا كلام غير سليم وغير صحيح. التقرير عندما يقدم لا يعود اسمه تقرير جولدستون، بل هو تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في حرب 2008-2009. وعندما وضع التقرير واستلمته اللجنة المعنية في مجلس حقوق الإنسان لا يعود اسمه تقرير جولدستون، هو حر جولدستون تم ضغوطات عليه وعزل من المدرسة ورفضت كل الدعوات ووضع ضغوط عليه لدرجة أنه اضطر أن يكتب مقال ويقول لو علمت بما أعلم الآن لتغير التقرير. هذا كلام تافه يسيء لجولدستون ولا يسيء للتقرير، لأن التقارير هذه تقارير مهنية، وكان أعضاء في اللجنة السيدة كارلا دول بونتي والسيدة كيرين أبو زيد، وهناك مجموعة من المحققين المعروفين دوليا. لا يملك جولدستون حق تغيير التقرير بعد أن قدم لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذه المرة أيضا، هذه ليست لجنة شباس، ويليام شباس رئيس اللجنة وهناك عضوان آخران معروفان بنزاهتهما ومعرفتهما وخبراتهما، لذلك التقرير سيقدم باسم اللجنة. هناك ضغوطات على شباس اضطر أن يستقيل حتى
لا يتعثر عمل اللجنة، حتى يتم تقديم التقرير في الموعد المناسب في 23 اتضحت الصورة سيد عبد الحميد القادم. اتضحت الصورة. إذن أنت تتحدث عن ضغوط على شباس وضغوط أيضا على جولدستون، وأريد أن أصحح فقط معلومة تحدث عنها السيد إيلي وإن أراد أن يناقشها، موضوع الدول العربية هي التي تحكم لجنة حقوق الإنسان، الدول العربية هي أقلية في هذا المجلس، مجلس حقوق الإنسان، هذه منظمة دولية، وأيضا شباس كان من المفترض أن يحقق في أي انتهاكات ارتكبت على الجانبين فيما يخص حماس ويخص إسرائيل. طيب أنتقل إلى ضيفنا السيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح. سيد أحمد، الآن بعد استقالة شباس، هل أنتم قلقون على نتيجة هذا التقرير؟ هل تنوي السلطة ربما استخدام هذا التقرير لاحقا في لاهاي؟ يعني من المعلوم أن هذه اللجنة شكلت بناء على طلب من القيادة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن الرئيس أبو مازن في تموز من العام الماضي بعد العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بحوالي 10 أيام. ومن المعلوم أيضا أن إسرائيل رفضت قرار تشكيل اللجنة وأعلنت عن رفضها للتعاطي مع هذه اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، بل ولم تكتفي بذلك، هاجمت مجلس حقوق الإنسان وهاجمت الأمم المتحدة وطالبت بحلها أو تغييرها، وهذا ليس الموقف الأول للحكومة الإسرائيلية، بل هي أخذت هذه المواقف مع كل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية سيد أحمد. حتى الأمم المتحدة. ربما لم تكن معنا منذ البداية، بس يعني استوضحنا ذلك ووضحنا ذلك. أريد منك أن أسمع منك، يعني هل أنتم قلقون بالفعل على نتيجة التحقيق، على صدور التحقيق في موعده نتيجة تغيير رئيس اللجنة؟ لا، اللجنة يعني قامت بعملها حسب الأصول القانونية والمهنية والفنية، بالرغم من منع إسرائيل لدخول هذه اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية أو إلى إسرائيل، ولكن هذه اللجنة قامت بالاستماع إلى عدد كبير من الضحايا، من الشهود، من المسؤولين الفلسطينيين من خلال وجودها في الأردن وتواصلها مع المسؤولين الفلسطينيين، وبالتالي تقريبا اللجنة أنهت عملها، والتقرير الآن في مرحلة الصياغة، وما جرى مع رئيس لجنة التحقيق لن يؤثر على التقرير نفسه، لأن التقرير سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة خلال الشهر القادم. طيب سيد أحمد عساف، ما قيمة هذه التقارير إن كانت إسرائيل لا ترضى بها، لا توافق عليها، ولا تستتبعها أي إجراءات تنفيذية تطبيقية بحق إسرائيل؟ يعني لو كان لهذه التقارير ولهذه اللجان لا يوجد لها أي قيمة، لما شاهدنا هذه الهستيريا الإسرائيلية وهذا الخوف الإسرائيلي وهذا الانزعاج الإسرائيلي. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه اللجنة تشكل للمرة الأولى للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وأذكر بأن ما قامت به لجنة جولدستون، أنا أريد أسأل عن المستقبل، هل تنوون استخدام من فضلك هل تنوون استخدام هذا التقرير في محكمة لاهاي أم لا؟ بالتأكيد، يعني هذه اللجنة ونتائج هذه اللجنة سيكون لها قيمة قانونية كبيرة، كونها من لجنة قانونية دولية لمجلس حقوق الإنسان واستوفت كل الإجراءات القانونية الدولية، وبالتالي ستستخدم في المحكمة الدولية، في محكمة الجنايات الدولية، ستستخدم في مجلس الأمن، ستستخدم في كل الإجراءات الفلسطينية القادمة على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي، ولا تستطيع إسرائيل أن تنكر أو أن تتجاهل ما قامت به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ما تقوم به هذه اللجنة هو إثبات هذه الجرائم ويعني تأكيد حصولها بطرق قانونية حسب الأصول. طيب، من الواضح بأن سيد إيلي لديه تعليق سريع جدا. سيد إيلي، انتهت الفقرة. أحمد عساف، نعم طبعا، لا عندي تعليق. طيب سريع باختصار، يلا تفضل. هل أحمد عساف يتغاضى أن بأن السلطة الفلسطينية هي جزء من حركة حماس؟ طيب هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر يا سيد إيلي. سيد إيلي، هذا موضوع آخر. شكرا لك إيلي نيسان المحلل السياسي، كما نشكر أيضا السيد عساف أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، والسيد عبد الحميد السيام المتحدث السابق باسم الأمم
المتحدة. فاصل قصير ونواصل بعد هذا الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم ويتعلق بيتامى الحروب في الدول العربية. الحروب في الدول العربية. أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا العربي اليوم. ألف الأطفال في عالمنا العربي يخسرون يوميا آباءهم وأمهاتهم جراء المواجهات المسلحة في المناطق الساخنة كسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من المناطق. نعم فدا، وكلما استمرت المواجهات والنزاعات يزداد عدد الأيتام، الأمر الذي لا تقابله زيادة في الاستعدادات والدعم لمواجهة النسبة المرتفعة لأعداد الأيتام في عالمنا العربي. في العراق مثلا تجاوزت أعداد الأطفال العراقيين ممن فقدوا معيلهم جراء الحروب المتعاقبة 4 ملايين طفل وفق الإحصاءات الرسمية. ورغم هذه الأرقام الكبيرة في دار رغم هذه الأرقام إلا أن الموارد المخصصة لرعاية يتامى الحروب تتضاءل سنويا، بينما تركز السلطات اهتمامها على القضايا الأمنية. المزيد في تقرير مراسلنا طارق ماهر من بغداد. إبراهيم وعلي أخوان فقدا والدهما قبل 2 في تفجير انتحاري وسط بغداد، حالهما لا يختلف عن آلاف الحالات لأيتام خسروا ذويهم جراء أعمال العنف التي لا تنتهي في العراق. بابا راح وين راح؟ بابا شغل. التفجيرات أضافت اسمي إبراهيم وعلي إلى إحصاءات أيتام الحروب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق التي تقدر أعدادهم بما يفوق 4 ملايين طفل لحد الآن. لربما قصرنا في تشريعات محددة، لكنه الحكومة تتحمل أيضا، لأنه هناك الآلاف من الأيتام اليوم ودور الإيواء. يعني هل من منطقة دار الأيتام في اليمن يكون أفضل ما هو ببغداد؟ تقارير المنظمات الدولية تؤكد أن العراق يضم النسبة الكبرى من أيتام الحروب في العالم قياساً إلى إجمالي عدد السكان، ومن المفارقة أن الاعتمادات المرصودة لرعاية الأيتام والاهتمام بشؤونهم تتراجع بموازاة مع زيادة أعدادهم في مقابل تركيز الاهتمام على الملف الأمني. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. معنا في الاستوديو انتصار العبادي من منظمة العمل الإنساني العراقية في لندن. أهلا بك سيدة انتصار. بداية، هل يتم الاعتناء بالأيتام عبر شكل مؤسسي منظم يعتمد على خطط طويلة الأمد، أم أنه مجرد إحسان وصدقات من الشعوب العربية بالتحديد بالعراق؟ بالنسبة للاجئين العراقيين، حثت أول كارثة عندنا بالنسبة للأيتام العراقيين في 2006 بدأت هذه العملية بعد القتل الطائفي والتهجير القسري، فزادت عدد الأيتام بالعراق. لذلك جاءت نداءات من داخل البلد، ونحن نعيش في بريطانيا، بأنه تستغيث لنجدة الأيتام ولنجدة الأرامل في العراق. لذلك قمنا نحن بمساعدة، بدأنا بمساعدة الأيتام في تلك المرحلة. سيدة انتصار، نحن نتحدث حسب الإحصائيات الرسمية عن 4 ملايين طفل يتيم في العراق، وهناك من يقول إن الأرقام الحقيقية تتعدى ذلك. يعني ما حجم المساعدات؟ مساعداتكم ماذا تلبي لكل هؤلاء؟ هذا صحيح، احنا بدأنا لأنه يجب أن نبدأ، يجب أن نبدأ. نعم. الآن عدد الأيتام في العراق تجاوز 8 ملايين. كثير من المنظمات الدولية حذرت وقالت بأنه بلد الرافدين سوف يصبح بلد الأيتام والأرامل. الأيتام والأرامل الآن يعيشون في مباني مهجورة، في مباني غير صالحة للسكن، تنقصهم جميع الأساسيات لاستمرار الحياة. كثير من الأيتام فقدوا مقاعد الدراسة والآن بدون دراسة لمدة طويلة. طيب، الوضع مأساوي سيدة انتصار، ولكن هل الحكومة تعير انتباه لهؤلاء؟ هل هنالك عمل مؤسسي منظم ترعاه الحكومة، أم أنه كله يتوقف على معونات المحسنين والمؤسسات التابعة لأشخاص أو لمنظمات غير حكومية؟
أتوقع بأنه الحكومة لن تقوم بعملها الجاد واليجب أن تقوم به تجاه الأيتام والعراقيين الموجودين، لأنه أعداد الأيتام الموجودين واللي يحتاجون إلى هذه العناية لم يحصلوا عليها، وعندنا اتصالات في كثير من العوائل العراقية التي تأتينا الاستغاثة، حتى قسم منهم اللي يستلمون من الحكومة يستلمون مبالغ ضئيلة، وبعد جهد جهيد يقولون الأم تذهب لعدة شهور وتصرف مبالغ كثيرة لكي تستلم حوالي 200 دولار شهرياً. والأجارات في الآن في العراق بعد النزوح اللي حصل من عدة مناطق وصار في بغداد وفي مناطق أخرى آمنة، أسعار الأجارات تضاعفت، فلذلك لا يمكن لهذه العائلة أن تحتاج وأصبحت تحتاج على صدقات الموجودين في المنطقة. سيدتي، أنت تتحدثين عن 8 ملايين طفل، 8 ملايين طفل، هل الحكومة العراقية، أنت تقولي تتوقعين أن الحكومة تقوم بعملها، لكن هل هناك معلومات موثقة مؤكدة بما تقوم به الحكومة العراقية؟ هل ما تقوم به الجمعيات الخيرية العراقية كاف لهؤلاء؟ يعني هو يعني عمل مضني، لا الحكومة، أنا قلت الحكومة لم تقم بواجبها تجاه الكارثة الكبرى الآن في العراق، والمؤسسات الدولية والجمعيات والمنظمات الدولية لا تستطيع العمل بحرية في العراق نتيجة الأحوال والتدهور الأمني والعنف في العراق. ثانيا، القيود الموجودة على هذه المنظمات في الوصول إلى مكانات معينة، نحن عندما نرسل المساعدات يجب أن نكون حريصين بأنه الحكومة لا تعرف هذه المساعدات أين وصلت، لأنه حتى في هذه المجال تؤخذ في طريق طائفي وفي طريق آخر، لذلك حتى مساعداتنا لا نعلن عنها وتصل إلى من نريد بأمان، ومتأكدين أنها تصل إلى الأيتام. طيب سيدة انتصار، فقط ننوه بأنه كان من المفترض أن يكون معنا أحد يمثل الجانب الرسمي إلا أنه تعذر ذلك في اللحظات الأخيرة. أعود إليك سيدة انتصار فيما يتعلق بحجم ما يحتاجه اليتيم، بالطبع اليتيم يحتاج إلى الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليم وغير ذلك. طيب اليوم بمعدل كم يحتاج اليتيم شهريا لكي تضعينا في صورة حاجات اليتيم؟ يعني كم يحتاج من الأموال شهريا لنعرف حجم 8 ملايين كم يحتاجون من الأموال؟ أختي العزيزة، إحنا الآن بمعدل بالطبع إحنا الآن نريد أن نوفر لقمة العيش، لقمة العيش. أما إذا الإنسان من اليوم في وضعنا في العراق ومع تدهور الأوضاع الأمنية ومع شحة المبالغ التي تعطى إلى الناس بسبب الفساد الموجود طبعا بالحكومة، العراق ليس فقير، العراق في بلغت ميزانيته هذا العام والعام القبله من أعلى المستويات لم يصل لها العراق في كل زمان، وصلت إلى مليارات الدولارات الخزينة، ولكن تشاهدين الطفل العراقي والأرملة العراقية تتسول في الشوارع. كم يحتاج، يعني لم تعطيني رقم، أريد أن أعرف منك رقم محدد، كم يحتاج اليتيم مأكلا، يعني بمعدل ما هو الرقم؟ نحن حسب مساعدتنا وحسب ما يعني ما تأتينا من مساعدات فردية ومنظمات هنا تعمل، نخصص تقريبا 50 دولار شهريا لليتيم، يعني لليتيم، وهاي عائلة كاملة، محتمل إحنا العائلة العراقية لا يقل عددها عن 5 أفراد، فإحنا لا نستطيع إلا أن نوفر 50 دولار لعائلة واحدة، لأنه هذه المؤسسة ليس فقط تملك 170 بل العائلة. نعم نعم، مساعدة يتيم العائلة تحتوي من 5. لا، كم تحتاج أموال لكي يكفيها فقط لتبقى على قيد الحياة لتأكل فقط؟ يعني بالقليل المفروض 500 دولار شهريا، يعني 10% تقريبا. نعم نعم، يعني نحن الآن ليست لدينا أرقام دقيقة عن عدد هؤلاء الأطفال بدقة، ليست لدينا أرقام دقيقة عن الأموال التي تقدم إليهم، ونحن نتحدث
فقط عن حق الحياة، ما بالك عن حق الشعور بأن هناك دفء العائلة، التربية النفسية، محاولة معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال في ظل هذا الوضع المتدهور مأساوي. الطفل العراقي يعاني أكثر من باقي الأطفال، لأنه الموجود الآن بأنه الحكومة العراقية لم تنشئ هذا الطفل ضمن جهود التنمية. أصلاً هذا الطفل الآن، الأطفال العراقيين الآن خارج نطاق التقارير والإحصائيات، لم يدخلوا في هذه، يعني الطفل الأطفال مغيبون عن التقارير، مغيبون عن حتى عن التشريعات العامة في البلد، هم مغيبون. على الرغم من وجود يعني مديرية للرعاية الاجتماعية في وزارة العمل. نعم، هناك دور للرعاية، وجاءتنا في 2011 حالات سيئة عن هذه الدور بأنه جتي شكاوى. كنت أتحدث عن المديرية العامة التابعة للحكومة اللي مفروض هي ترعى شؤون الأيتام. هي يسموها وزارة الشؤون والعمل الاجتماعي، وهذه تكون مسؤولة عن الأيتام ودور الأيتام ودور الإيواء. طيب، يعني أنا أريد أن أسأل عن الانتقادات التي وصلتكم عن كيفية إدارة دور الرعاية داخل العراق، لكن هذه المأساة لا تتعلق أو لا تقتصر على العراق فقط، هناك طبعا أطفال سوريا، هناك أطفال في فلسطين، هناك في اليمن أيضا يعانون من هذه الظاهرة. نشاهد مشاهدينا الكرام تقرير حيث اتساع بؤرة الصراعات السياسية في اليمن تقابله زيادة في أعداد الأطفال الذين فقدوا معيليهم جراء ذلك. ويضاعف هذا الوضع الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة وعلى المؤسسات الخيرية التي تعمل في هذا المجال في بلد يعاني أصلا من نقص حاد في الموارد والوسائل ووسائل الرعاية الاجتماعية. مراسلنا في صنعاء نبيل اليوسفي يلقي الضوء على أوضاع هذه الفئة. هنا في مؤسسة اليتيم التنموية بالعاصمة اليمنية صنعاء يعيش أكثر من 800 يتيم فقدوا آباءهم وأمهاتهم في الحروب والنزاعات القبلية والحوادث المختلفة. المؤسسة تهتم بتعليمهم في مختلف التخصصات لضمان مستقبلهم. اليتم مش عايق، وإنما اليتم يدي لك حافز قوي أن أنت تصر على أن أنت تقاوم الحياة كأنك إنسان، يعني مثل أبوك موجود. أبوك كان يحلم أن أنت تكون إنسان ناجح، فحقق حلم أبوك. يبلغ إجمالي عدد اليتامى في اليمن وفق آخر الإحصائيات الرسمية 500,000 يتيم. في المقابل ترى جمعيات أن أعداد هؤلاء قد تضاعفت جراء الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 حتى الآن. هذه الأحداث زادت أعباء إضافية، والمؤسسات الموجودة والعاملة في هذا المجال لم تغطي حتى نسبة 20-30%. رغم وجود أكثر من 30 مؤسسة خيرية تعنى باليتيم في اليمن، إلا أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد حالت دون تحقيق معظم هذه المؤسسات لأهدافها. رغم استمرار النزاعات وتردي الوضع الأمني في اليمن، تعمل المؤسسات الخيرية في سباق مع الزمن للتخفيف من معاناة الأطفال اليتامى وتأهيلهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. لنتحدث عن تفاصيل الوضع في اليمن ينضم إلينا السيد أميل شهاب من مؤسسة اليتيم في اليمن. سيدي مرحبا بك، هل تسمعني سيد أمين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أمين، يعني سمعنا في التقرير أن هناك نصف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا أن هناك في اليمن نصف مليون طفل يتيم بحسب الإحصاءات الرسمية، هل الأرقام الحقيقية تتطابق مع هذه الإحصائيات؟ الأرقام الحقيقية لا يوجد هناك إحصاءات رسمية يعني توثق أعداد اليتامى في اليمن، لكن التوقعات هي عبارة عن دراسات، لكن التوقعات أن الأعداد هي أضعاف الأعداد الحقيقية، لأنه لا يوجد دراسات موثقة.
طيب سيد أمين، هل هنالك أي إحصاءات حول دور الرعاية، دور رعاية الأيتام في اليمن، ومن أين تمول هذه الدور؟ هل من قبل الدولة أم من قبل المحسنين؟ كانت لليمن بادرة، هذه البادرة كانت من قبل الثورة، من عام 1962 كان هناك دار يسمى دار الأيتام، وما زال موجود، وهذا الدار الوحيد الذي تدعمه الحكومة. يوجد هناك بقية دور رعاية ومؤسسات، هي مؤسسات أهلية ومجتمع مدني، والأعداد يعني تصل إلى 30 مؤسسة أو أكثر من ذلك، هي التي تعمل في مجال الأيتام. أما دور الحكومة فهو يقتصر على دعم دار واحد، وهذا الدار موجود في صنعاء. لكن هناك جمعيات كثيرة اهتمت في وبدأت في مجال رعاية الأيتام، ومن ضمنها مؤسسة اليتيمة التنموية التي تعتبر كبرى المؤسسات المتخصصة في رعاية وتأهيل الأيتام في اليمن. والله يا سيد أمين، يعني يبدو الوضع مخجل لمجتمعاتنا أمام احتياجات، أنت تتحدث عن أضعاف نصف مليون يتيم في اليمن، وتقول أن الحكومة تقدم الدعم لدار واحدة فقط، وكل عدد المؤسسات لا يتجاوز 30. طيب يعني كيف يعيش هؤلاء؟ من أين يأكلون؟ يعني أبسط الحقوق حق الحياة، كيف يعيشون؟ أنا حقيقة يعني نشكر القناة يعني على أنها طرحت موضوع حساس، وهو موضوع الأيتام في اليمن، وكانت بداية موفقة، نتمنى لكم التوفيق. شكرا. حقيقة أنه أوضاعنا في اليمن هناك أسباب أخرى يعني تؤدي إلى اليتم، ظاهرة الثأر هي أحد الأسباب، الصراعات السياسية هي كذلك، الأمراض والأوبئة، سوء التغذية، نقص الرعاية الصحية، وأحداث الطرقات، يعني اليمن منطقة جبلية وطرق وعرة، وهناك أحداث، كان آخر تقرير أن هناك 12 ألف حالة وفاة في عام 2014. لكن سيد أمين، هذا عن الأسباب جداً. عن الأسباب هذا يضاعف الأعداد. سؤالي كيف يعيش الأطفال؟ من أين يأكلون؟ أين ينامون؟ أين يعيشون؟ حقيقة أن هناك، عندما نتكلم أنا أتكلم عن مؤسسة اليتيم كإحدى المؤسسات المتخصصة، لدينا الآن حوالي 8000 يتيم في مجال الإعاشة، وكذلك لدينا هناك متقدمين 30000، يعني لم نستطع أن نوجد لهم كفالات، يعني لا يوجد لهم معيشة، هناك كثير من الأيتام خارج الكفالات المعيشية. طيب. يعني كل الجهود الشعبية والمجتمعية والجمعية الخيرية لم تغطي حوالي 20% من ما هو من الأعداد الحقيقية للأيتام. 20% يعني في هنالك عبارة عن أرقام، هنالك نحو 80% يعني لا يلحظون أي رعاية. أريد أن أعود معك إلى المؤسسة التي تمثلون، يعني هل تقدم هذه المؤسسة ما يكفي من أجل وصول اليتيم إلى بر الأمان تعليميا وتأهيليا، أم تقتصر المساعدة على الطعام هؤلاء الأطفال وتأمين المبيت لهم؟ عندما نتكلم عن هناك تجربة فريدة لمؤسسة اليتيم التنموية، هذه التجربة أنها أدركت حجم المشكلة من البداية، فمجال الدعم الذي تقدمه المؤسسة هو مجال متنوع، يبدأ بالكفالة المالية والرعاية حتى السن 18، بعد ذلك ينطلق إلى الكفالة التدريبية، حيث أن الكلية يعني المؤسسة تضم في إطارها مدرسة ثانوية متخصصة، وتضم كلية مجتمع، كلية تقنية كذلك متخصصة، ولديها مركز تدريب متخصص. فمن بعد السن 18 تبدأ مرحلة التدريب، حيث يتم إكساب اليتيم حرفة معينة يستطيع من خلالها أن يواكب سوق العمل، لأن الكفالات المعيشية تتوقف عند السن 18 فقط، يعني وهذا ما يميزنا.
يعني هذا ما يميزكم، هذا ما يميزكم. لكن اسمح لي، اسمح لي سيدي، يعني انا لا اعلم، يعني كنت اتمنى ان اسال ما هي الخدمات التي تقدم، او كيف نستطيع ان نعوض الطفل المحروم من والديه لكي نربيه بشكل صحيح ولكي لا نخسر جيل من الشباب العربي. لكن ايضا دور الرعايه تقدم يوجه لها انتقادات. سيده انتصار، انت تحدثت عن انتقادات توجه لدور الرعايه في العراق. أخي، هي مو بس بالعراق، الآن الدول اللي تعاني هذه العنف والإرهاب والقتل، الآن الطفولة تحتضر وفي طريقها إلى الموت. الطفولة في البلدان العربية لا يوجد ضمان اجتماعي للعائلة، عندما يفقد رب العائلة، العائلة تتشرد في الشوارع. لا يمكن بأنه دولة تقف وتشاهد كل هذه الملايين من الأطفال وتقف مكتوفة الأيدي. طيب، مخزي، يعني الوضع مخزي ومؤلم، ولكن هل في آليات رقابة من قبل في التشريعات العربية؟ وهل تختلف دولة عن أخرى في هذا الإطار؟ هل في آليات رقابة على دور الأيتام؟ كيف يعاملون الأطفال؟ كيف ينمون الأطفال؟ كيف يطعمون الأطفال؟ في سنة 2011 خرجت أشواق الجاف نائبة من البرلمان العراقي وهي مسؤولة عن حقوق الإنسان، وسليم الجبوري اللي هو الآن هو رئيس البرلمان العراقي، وقالوا هناك شكاوي أتت من دور الأيتام بأنه المدراء الموجودين هناك يتعاملون مع بيوت دعارة لبيع البنات والأطفال إلى هذه البيوت. وعندما وجهوا هذه وجهوها إلى المسؤولين في الدولة، الدولة تقاعست إلى أن تعطيهم موقف للخروج من بلاد. هذه الانتقادات سيدة انتصار ما سألتك عنها قبل قليل، وأريد أن أسمع رأي ضيفنا أو رأي ضيفنا في اليمن. هل هناك مثل هذه الانتقادات توجه لدور الرعاية؟ يعني في مصر هناك انتقادات لبعض مسؤولي دور الرعاية بأنهم يعذبون الأطفال، في العراق هناك حديث عن دعارة، ماذا عن اليمن؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال عبر الساتلايت. طيب، على كل أحوال أعود إليك سيدة انتصار، يعني عرفنا أو سمعنا بما يحدث في دور الرعاية، ماذا فعلت الدولة؟ ماذا فعل من هم مسؤولون عن حماية الأطفال؟ هل قدمت شكاوى للدولة بشكل رسمي لمعاقبة أو محاسبة أو على الأقل التحقيق فيما حدث؟ عندما وجهوا هذه الشكاوى وأخذت شكلها القضائي، توقفت وتعطلت إلى أن أعطت مجال لهروب المشاركين في هذه المنظمة اللي هي كانت ليس الدعارة وإنما حتى لبيع أعضاء البشرية للأطفال الموجودين الأيتام في هذه الدور. وهذه ما قالتها البرلمانية الموجودة في العراق أشواق الجاف. على الأقل تكون هناك مطالبات للأسف لضيق الوقت نعتذر. على كل أحوال الموضوع يطول ويستحق الكثير من النقاش والحديث على العديد من الأمثلة في الدول العربية. نشكرك سيدة انتصار العبادي من منظمة العمل الإنساني العراقية في لندن، ونشكر أيضا ضيفنا من اليمن السيد أمين لشاب من مؤسسة اليتيم في اليمن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج. إلى اللقاء. نترككم في رعاية الله، وننتظركم غدا.